السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما وعدتكم اليوم غادي نحضروا قطرات او حبيبات شوكولا كيتو 100%. نتمنى يعجبكم الفيديو وتابعوه حتى الاخر. قبل ما نبداو الفيديو بين قوسين بغيت نوريكم البنات اللي كيتبعوا نظام الكيتو. سولتني واحد المتتبعه واش النخاله ديال الشوفان دايزه في الكيتو. لا اختي، بالنسبه ليا انا المعلومات اللي عندي هما هادو. مشيت للميركادونا، هنا صورت لك الشوفان او النخاله ديال الشوفان. ها انت كما كتشوفي نسبه ديال الكربوهيدرات عاليه جدا، واخا نحيدوا لها الفيبره. هنا وريتكم المنتجات للكيتو، الزبدة بجميع أنواعها، ولكن تكون منطقية ماشي مارغارينا، لأن مارغارينا دهون مهدرجة ماشي مزيانة، غير صالحة. دونك منطقية، وإلا كانت بيو أحسن وأفضل لنظام الكيتو. وريتكم بعض المنتوجات صورت لكم. مشيت اليوم تقضيت شي حوايج، قلت علاش لا نستغل هذه الفرصة ونصور لكم شويه ديال المنتوجات. هنا الزبده بجميع انواعها، ولكن المانتيكيه ماشي المارغارينا. بالنسبه لليوغور، مسموح لينا ناكلو يوغور. ها انتما انا كنستعمل هاد الكفير، هذا ديال ميركادونا اولا باستوريت ديال ليدل، ما فيهش نسبه الكربوهيدرات 3 شي حاجه، وكنستعمل هاد الدانون ديال البروتينا، هو خالي من الدهون، هذا فيه غير البروتين، حتى الكربوهيدرات ما فيهاش النشويات بزاف. دونك الا درنا له زيت بلديه اولا زيت الكوك اولا ام سي تي اويل كافي، وغادي يكون فيه نسبه الدهون عاليه جدا. هذا دانون ناتوريل، ولكن ما رديتش البال، هذا اسوكارادو ما صالحش لنظام الكيتو. اللي مزيان هو الاخر، داك المسوس اللي ما فيهش السكر. وهادو الفواكه اللي كنشري انا اللي مسموحين في الكيتو بطبيعه الحال، هما الفراوله لي فريز ولي بلوبيري، كيتباعوا 200 غرام في ميركادونا. والخضار هنايا بجميع انواعها بطبيعه الحال، غير نبعدوا على الجزر مثلا، البطاطا. هنايا وريتكم البروكولي والشيفلور، فيه نسبه الكربوهيدرات طايحه بزاف، ولي زيبينا والاسيلغاس السلك او السلق، حتى هما مفيدين بزاف وصحيين بواحد النسبه عاليه للنظام التغذيه ديال الكيتو. وهاد لي بروكولي ديال بروسيلاس مكور صغير رائع جدا وبنين بزاف. هذه هي الخضر اللي كنشري انا معتمده عندي في الاكل ديالي، اضافه الى الخضر الطريه، هذه اللي كنشري دائما. المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد حبيبات الشوكولا كيتو 100%، غادي نحتاجو الشوكولا اللي عندنا في الدار، اللي عندنا متواجد، ماشي مهم الماركه. دونك هذا عندي انا بدون سكر. غادي نحتاج شويه ديال المليحه، وغادي نحتاج نزيد له واحد المعلقه اولا جوج ديال زيت الكوك. غادي نحتاج كاغيط فين غادي ندير الحبيبات، وعندي هاد المول ديال السيليكون. هنا غادي ندير الشوكولا. بغيتي ديروا ديك لابوشيت ديروها، انا بغيت نجرب هذه عندي في الدار. وغادي ندير ندوبوا الشوكولا في لو بان ماري. غادي ندير الطابليه ديالي، خديتها من ايكيا. انا ما كنديرش الطابليه فاش كنكون كنخدم الشغل، ولكن الحوايج ديالي كلشي من هنا، لي تيشيرت وهادي كلهم كيطبعوا لي من الزيت من هنا. شوفوا الشكل ديالها شحال زويون ورخيصه، 5 أورو 50 درهم. ونحافظوا على الحويجات ديالنا. وعندها توب امبيرميير زوينه، يلا خديتها انا، راه ماشي من الناس اللي كدير الطابليات. دونك على بركه الله غادي نبدا ندوب الشوكولا.
الشوكولا غادي ندير واحد المعلقه ديالها هكذا كيدوب. صافي ها الشوكولاط ديالنا داب شويه، دابا غادي نخليه يدفى شويه باش ما يضيع لياش فاش نديرو في العلبه ديال البلاستيك. غادي نقرب لكم باش تشوفوا درتو لي انا هنايا، هي كتجي طريقه سهله كلشي اللي سهل علينا العمل هو احسن نديرو. صافي غادي نبدا ندير قطرات وحده حده وحده حتى نكمل كلشي. دابا راني مع الورقه الثانيه، بحال اللي راكو كديروا بحال اللي راه كديروا شي اعمال يدويه، هذا الشيء خصو الخاطر، ولكن حنا اللي دايرين الحميات ما كنبغيوش ناكلوا السكر. هاد القطرات دائما كنلقاوهم متوفرين غير بالسكر العادي، دونك حنايا نديروهم كيتونيين فوقاش ما بغينا نديرو موفين ولا بغينا نديرو كوكيز ولا بغينا نديرو شي حاجه يكونوا عندنا واجدين. صافي دابا من بعد ما مجمد ها هو درتو في الثلاجه، صافي ناخذ شي حاجه ديال البلاستيك ولا شي سباتول ولا نديرو هكا غادي تحيد دغيا دغيا. المهم هذه فكره رائعه باش نديرو البيبيتاس ديال الشوكولاطه ديالنا كيتو بدون سكر بلا ما نخافو منه، ونحتفظوا به هنايا في علبه ديال الزجاج. صافي ها هو شفتوا نديرو في الثلاجه ويبقى عندي عندي وقت كبير فوقاش ما احتاجيت نستعمله في بيسكوتشو ولا في لي موفين ولا في لي كوكيز. جبت ها نتوما ها حبيبات متفرقه، يعني ماشي 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 جامده، ماشي يعني لاصقين مع بعضياتهم، فيهم زيت الكوك دونك حيت درنا لهم زيت الكوك خصنا نحتفظوا بهم في الثلاجه، لان سينو زيت الكوك كما كتشوفوا راه كذوب بسرعه. صافي دابا غادي نبقى هكا نستمر حتى نسالي الكميه الاخرى، حيت عندي فرشه اخرى درتها في الثلاجه تجمد ومن بعد نحتفظ بها في القريعه. هادو هما القطرات ديالنا، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، فيديو خفيف وظريف، يتواجدوا عندنا في الدار كيجيو ساهلين.
هانتوما كما كتشوفوا ساهلين ومتفرقين، ما كيجيوش مجموعين. الخير والبركه. باقيه ديال الشوكولا درت لنا قرعه نديروا فيها مجموعه ديال الاستعمالات كما قلت لكم، في البسكوتو، في الموفين، في اي طاقت حبينا نديروها بدون خوف بدون سكر، لجميع الحميات الكيتو دايس او لداء السكري لان ما فيهاش السكر. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو شيروا له لايك وشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. الى هنا، مع السلامه.